وعاصمتها بانجول إحدى دول الغرب الأفريقي. تبلغ مساحتها 11000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة. تحيط بها السنغال من الشمال والشرق والجنوب. الإنجليزية هي اللغة الرسمية، إلى جانب عدد من اللغات المحلية مثل ماندينكا وفولا وولف، والإسلام هو الديانة السائدة. مدينة بانجول هي أكبر المدن، وتقع على مصب نهر جامبيا على جزيرة سانت ماري، وهي الميناء الرئيسي للبلاد. من أهم الأنهار نهر جامبيا، الذي يتدفق لنحو 700 ميل عبر غينيا والسنغال وجامبيا قبل أن يصب في المحيط الأطلنطي. الفول السوداني يعتبر من أهم المحاصيل في جامبيا، إلى جانب الأرز، الذرة، السمسم، الكسافة، كما تربى الأبقار والأغنام والماعز. الصناعات تشمل تجهيز الفول السوداني، الأسماك، الجلود، تشغيل المعادن، الملابس، الصابون. الناتج الإجمالي يبلغ 5 مليار دولار. طبق دومودا هو واحد من أكثر الأطباق شعبية في جامبيا، وهو حساء مصنوع من زبدة الفول السوداني. أما طبق لاساس فهو حساء السبانخ. وهناك طبق أفرا أو ديبي، وهو عبارة عن لحم مشوي يقدم مع صلصة الخردل والخبز الفرنسي. وطبق بيناشين، وبه مكونات مختلفة من الأسماك أو اللحوم مع الأعشاب والخضروات ومعجون الطماطم. يحظى نهر جامبيا بأهمية كبيرة، ويعتبر من أجمل الأماكن السياحية بما يضمه من مناظر طبيعية ساحرة، ويشهد إقبالاً كبيراً من السياح للقيام بأجمل جولاتهم البحرية. كما تعتبر محمية أبوكو واحدة من أفضل معالم السياحة في جامبيا، وتضم الطيور والحيوانات والتماسيح، وتمتاز بجمال مناظرها الطبيعية وجمال الطقس طوال أيام السنة. أما حديقة ديجيلو فتقع في المنطقة الساحلية غرب بانجول، وتتميز بوجود أنواع مختلفة من القرود. جامبيا أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة أفريقيا. إنها أفريقيا، أرض الخير، قلب العالم.